نعم، اليوم وقعنا اتفاقية مع العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بحضور السي أسلم الشروق، ترجمة اتفاقية الشهيرة اللي وقعناها السنة الماضية مع السي فوزي رجاع والسي فيصل العراشي والسي الوزير بن سعيد الوزير الوسيع القطاع، من أجل تنظيم الولوج إلى ملاعب وتغطية التظاهرات الكروية. اليوم اتفاقية هي سلسلة من أوراش اللي فتحها الإعلام الرياضي المغربي للقطع بهذه الأساليب اللي قلتي ديال على أنه انتقام من الإعلاميين من طرف بعض الفرق اللي تيكسبوا بحياد أو اللي تيكسبوا بموضوعية، فإن شاء الله الأساليب هذه ما تبقاش. فالآن نحن أمام عهد جديد وأوراش جديدة، الممارسة الصحفية مهنية بكرامة، غتولي المسؤولية ما بين العصبة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والمنبر الإعلامي، ما يبقاش علاقة ما بين الصحفي و و و و و والفريق، والحمد لله نجحنا في هذه المحطة هذه. نتمنى على أننا الكرة الآن في يدينا، نتمنى على أننا نحن نكون الآن في مستوى التحديات ونترجموا فعلا الرغبة ديال المسؤولين الكرويين بلادنا من أجل تطوير الإعلام الرياضي المغربي. وتنظن في هذا الشيء هذا ماشي صعيب علينا، قادرين على أننا إن شاء الله نقدموا راسنا، قادرين على أننا نعطيو المكانة اللائقة للصحفي الرياضي المغربي. وفاش تنقول الصحفي الرياضي المغربي تنقول الصحفي المهني، الصحفي الذي يشتغل في منبر معين محترم، الصحفي الذي يمارس مهامه الصحفيه بضمير وباخلاقيه ويحترم اخلاقيه المهنه.